خلها الدور. ألفين ومية تروح لمن؟ أبغى أسمع صيحة قوية يا شباب. وقف! أبو شلايم أخيرا يا أبو شلايم. ألفين ومية يا أبو شلايم. أبو شلايم وألفين ومية يا عبد الله. والله مبروك. مجحدة. والله مبروك يا أبو شلايم. الله يبارك فيك. الشكر موصول لأبو شعفول. والله يا المبروك. والله 2100 جميل. اسكت اصمت. السؤال يطرح نفسه، الاسبوع اللي فات كم طلعت به؟ 500. سالب ولا موجب؟ موجب. واللي قبل 1000 من عبد الله. سالب. ها طيب موجب بعد؟ لا اذا الشلهيب سالب. اذا الشلهيب 2100. يلا شكرا مسعود. اعطونا الدولاب مسعود. شكرا. الحين ايش الدولاب؟ يعطونا الدولاب. اعطونا الدولاب. عطوا سؤال على طول. السؤال يقول بس يعني أنا بجاوب. ما هي أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان والمساحة؟ الفاتيكان، موناكو، ولا سان مارينو؟ شوف من كثر خبرتي السياحية. عينك في الشاشة. من كثر خبرتي السياحية. يلا الوقت معك. عينك هناك. الفاتيكان. الكاميرا اللي فوق. الفاتيكان. الفاتيكان. وقف. جاوبت ليش؟ كنت الفاتيكان. ليش جاوبت؟ أنا كنت أسافر واجد. أها إجابة صحيحة. الفاتيكان هو 2200. ما شاء الله. اعطونا الدولاب. راح يجي صندوق ياخذ. يلا اعطونا الدولاب. سلطان حصان اليوم. حصان اليوم. ما وش قلت انت يا عبد الله؟ ها وش قلت انت؟ قلت اقول يجي الحين دولاب ياخذه. اها وهذه الفسقه ذي. فسقان شبعان. يلا اعطونا. هل هو موجب ام سالم؟ موجب. وسالم الشلهيب. موجب. كم؟ ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. كم طلعت به؟ 2300. 2300. ألف والله بتجلد لو يصير في خصم. توكل على الله. لا ما ادري. العيال بيجلدونك. انت الحصان حقهم اليوم. ترى ما سمعت. فتكان انت الحصان اليوم. راح من سلطان. شكرا مسعود.